أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط ضوء فيها على مستجدات لقاء الكويت وإصرار وفد الميليشيا على عرقلة جدول الأعمال. قالت مصادر إعلامية مرافقة للوفد الحكومي في مشاورات الكويت إن وفد الحوثيين والمخلوع لم يوافق بعد على السير في جدول الأعمال، ويشترط البدء بتشكيل حكومة توافق وطني قبل أي إجراءات أخرى، وهو ما يتناقض مع ما نصت عليه المرجعيات والاتفاقيات السابقة. وقالت المصادر إن الوفد قايض وقف العملية العسكرية في تعز ومأرب والجوف بوقف العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة في حضرموت. يأتي هذا بعد ساعات من منشور كتبه رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام في صفحته على تويتر، قال فيه إن اليمن محكوم بالتوافق وفق المبادرة الخليجية، ومحكوم بالحوار السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، ومحكوم بالشراكة وفق مخرجات الحوار الوطني. بالمقابل رد وفد الحكومة بالقول إنه لن يكون جسرا يعبر خلاله الواهمون بالشراكة والقابعون خلف وهم الوفاق. أكثر من 15 يوما على بدء لقاء الكويت، وما تزال المشاورات في نقطة الصفر، إذ لا تقدم يذكر باستثناء ما أعلن عنه المبعوث الأممي من تشكيل لجان ثلاثة مشتركة خاصة بالحل السياسي والأمني والإنساني. مستجدات لقاء الكويت وتلكؤ الميليشيا عن السير في جدول الأعمال بعد مرور أكثر من 15 يوما هو موضوع حلقتنا في زوايا الحدث. قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. نقاط الخلاف في مشاورات الكويت لا تزال متباعدة. أكثر من 15 يوما على بدء جولة المشاورات ولا تقدم يذكر حتى الآن، باستثناء ما أعلن عنه المبعوث الأممي تشكيل ثلاث لجان مشتركة تعنى اللجنة الأولى بالسجناء السياسيين والأسرى وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. أما اللجنة الثانية فهي أمنية وعسكرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، في حين تتولى اللجنة الثالثة الشؤون السياسية وإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. ليست هذه الخطوة سوى محاولة لفك عقدة المشاورات، ولا يمكنها أن تكون حلا بالنظر إلى المؤشرات التي أفضت إليها آخر الاجتماعات. تقول مصادر سياسية إن وفد الميليشيا يتلكأ عن جدول الأعمال، فتارة يوافقون على السير فيها تحت مظلة المرجعيات الثلاث، وتارة أخرى يتراجعون. يتحدثون عن خروقات للحكومة وقوات التحالف للتهدئة وهم من يقومون بخرقها. يقايضون أيضا التوقف عن ضرب تعز ومأرب والجوف بوقف الحرب ضد القاعدة في حضرموت. لكأن الحوثيون وحليفهم لا يبحثون في جولة الكويت إلا عن تحييد التحالف وشرعنة انقلابهم، فيما يستمرئون اللعب على أعصاب الوفد الحكومي والرعاة الإقليميين والدوليين، ويبحثون فقط عن الإيمان أولا بالبند الخامس في المشاورات قبل أي بند آخر، وبالتحديد استئناف العملية السياسية من حيث توقفت في نهاية العام 2014. بينما يؤكد الوفد الحكومي أنه لا سلام ما لم يتم البدء في إجراءات بناء الثقة والمتمثلة بالإفراج عن السجناء ثم الانسحاب من المدن وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة وكذا استئناف العملية السياسية. رئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام كتب في صفحته على تويتر ما قاله إن اليمن محكوم بالتوافق وفق المبادرة الخليجية، ومحكوم بالحوار السياسي الشامل وفق قرارات مجلس الأمن، ومحكوم بالشراكة وفق مخرجات الحوار الوطني. بينما رد الوفد الحكومي بقوله إنه لن يكون جسرا ليعبر خلاله الواهمون بالشراكة والقابعون خلف وهم الوفاق. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الأستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير أستاذ عز الدين. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بكم أستاذ عز الدين. هلأ وضعتنا أكثر في تفاصيل آخر الجلسات بينكم وبين وفد الانقلابيين، وما هي النتائج حتى اللحظة؟ اختتمنا من للتو الآن الجلسة المسائية الثانية بجلسة مشتركة بين الوفدين برئاسة المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ، بعد أن رفض وفد الانقلابيين الحوثي وصالح عقد اللجان المتخصصة التي كان متفق عليها منذ يوم الخميس وشرعت بالعمل،
ولكنهم رفضوا اليوم العودة إلى هذه اللجان التي كانوا هم من اقترحها سابقا، وضغطوا على الوفد الحكومي على أن تكون المشاورات عد لجان ثلاث، واقترح المبعوث الأممي أن تكون لجنة خاصة باستعادة مؤسسات الدولة والتحضير للعملية السياسية، ولجنة أخرى حول مسألة تسليم الأسلحة والانسحابات من المدن، واللجنة الثالثة الخاصة بالأسرى والمعتقلين. وبالفعل سميت الأسماء واجتمع الناس يوم الخميس وبدأنا خطوة إلى الأمام، ولكنهم عادوا اليوم يرفضون منذ الصباح أن تلتئم مرة أخرى هذه اللجان، فكانت جلسات عامة، فكانت الحديث مرة أخرى بأنهم غيروا رأيهم في مسألة أن تكون مشاورات عبر اللجان، وأرادوا أن يكون هناك آلية أخرى. اصطدموا مع المبعوث الخاص بأن ما يجري هو نوع من العبث، لأن اللجان كانت قد أنجزت بعض الخطوات، ولكنهم أصروا على الرفض. فقام اليوم المبعوث الأممي في الجلسة الأخيرة اليوم بتعليق المشاورات المباشرة، وإنه سيعود للتشاور مع كل وفد على حدة، لأنه صعب عليه أن يستمر في حديث ليس واقعيا على الإطلاق، وإنه تم التراجع عن المقترحات المختلفة التي طرحت. فأعتقد اليوم عدنا إلى مربع ما قبل الصف، لأنه سيبدأ المبعوث بمشاورات غير مباشرة، وبالتالي اللي كان هذا هو آخر ما طيب حدث اليوم. طيب معالي الوزير أستاذ عز الدين، يعني قيل أن وفد، يعني في نقطة متعلقة بهذه المشاورات، قيل أن وفد الحوثيين قايض العملية العسكرية في تعز ومأرب، يعني وقفها في تعز ومأرب والبيضاء والجوف بوقف العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم القاعدة في حضرموت، هل حدث ذلك فعلا؟ ما حدث بالضبط هو النقطة الأساسية التي يضغط عليها الحوثيين وصالح، بأنهم يتهمون بوقف إطلاق النار والعمليات القتالية تعني فقط وقف الطيران، وبأنهم لا يرون بأن مسألة قصف المدن وخاصة تعز بأنه نوع من الخروقات والانتهاكات الجسيمة. هذا مفهوم غريب جدا، يصطدم معنا ويصطدم مع المراقبين الدوليين ومع اللجنة العسكرية، وهم يصممون على ذلك بنوع من الصلف العجيب. هذه نقطة أساسية غير مقبولة من المجتمع الدولي عموما ولا منا، ولا يستطيع أحد أن يمررها. طبعا هي محل أيضا نوع من عدم الرضا ونوع من النقد الحاد من قبل المجتمع الدولي، ولكن هم يحصرون مسألة وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال فقط بالطيران. النقطة الثانية بأنهم يضعون بأن كل ما يقصد به بالمشاورات هو إيجاد سلطة تنفيذية تعيدهم إلى السلطة وشرعنة الانقلاب. هم لا يفهمون أي لغة أخرى. حتى الآن من الأشياء الصادمة للأمم المتحدة بأنهم يقولون بأن القرار الدولي 22/16 هو من أجل إعادتهم إلى الحكم وإلغاء الشرعية. يعني هناك نوع من ليس فقط القراءة الخاطئة، ولكن نوع من الغلو ونوع من التعسف ونوع من الطرح الغير منطقي، الأمر الذي جعل نقاش اليوم عبثيا إلى حد طيب. كبير، وجعل المبعوث الأممي يقول ربما إنه لا جدوى من لقاءات مباشرة بكل الفريق، وأنه سيعمل ما يسمى باللقاءات غير المباشرة. طيب هذه يعني لم تكن أولى المحطات أو يعني أولى التعثرات التي يقوم بها الحوثيون في إطار مشاورات الكويت، حدثت تعثرات أخرى. الأمم المتحدة ما هو موقفها من هذه يعني عمليات التقويض أو عمليات عرقلة هذه المشاورات المتكررة من قبل الانقلابيين؟ دعني أقول بأن ما يجري في مشاورات الكويت وللإنصاف ما يقوم به الوفد الحكومي هو نوع من المعركة السياسية الكبيرة جدا والهامة التي تؤكد وتفضح الانقلابيين أمام ما تبقى من العالم الذي ظلل خلال الفترة الماضية. نحن عانينا ليس فقط من الأمم المتحدة، عانينا من كثير من ممثلي الدول المختلفة بأن لديهم رؤية قاصرة حول الانقلابيين، وإن هؤلاء الانقلابيين لديهم نية حسنة وإنهم سيأتون إلى السلام وإنهم مع الشرعية الدولية. وكنا عندما نقول لهذا المجتمع الدولي إننا جربنا هؤلاء بأكثر من 167 اتفاق مختلف، وإننا جربناهم في خلال كل الفترة الماضية، وإن ليس هناك أي نية حقيقية لديهم، كنا دائما ما نصطدم بحائط سد بأنكم لم تجربوا. الآن الضغط الدولي جاد وإنهم تغيروا وإن هناك نية حسنة وعليكم أن تذهبوا بدون أي شروط وبدون أي مقدمات. فكان علينا إدارة العملية السياسية بكثير من الصبر والحنكة من أجل إظهارهم إلى العالم الوجه الحقيقي. خلال اليومين الماضيين واليوم بالذات تكشفت كافة التفاصيل التي كنا نقولها طيب. خلال الأسبوع يعني مجهوداتكم هي واضحة أستاذ عز الدين الأصلحي، لكن هل فهمت الأمم المتحدة هذه النقاط؟ هل وصلت القناعة لدى المبعوث الأممي؟
الآن الأمم المتحدة يعني هي تلعب دور الميسر الذي يحاول قدر الإمكان أن لا يجعل العملية تنهار كلية. هم يدركون تماما بأن ما يجري أمامهم نوع من العبث وعدم احترام للشرعية الدولية، ولكن كما تعرف بأن الكثير من الجهات الدولية تحاول ألا تظهر الموقف السياسي الواضح 100%. ولكن دعني أقول لك بأننا الآن أمام معركة سياسية وإعلامية أمام المجتمع الدولي، نوضح لهم من اليوم هذا الانهيار الذي حدث والذي تتحمله ميليشيات الحوثي وصالح بشكل واضح. هناك الآن بالفعل تفهم دولي سواء من الدول العظمى، سواء من الاتحاد الأوروبي، سواء من قبل الأمم المتحدة، بأنه بالفعل ما يجري هو أمر غير مقبول وغير منطقي. هذا الأمر حقيقة كلفنا الكثير من الجهد والتعب والكثير أيضا من الضغط من قبل شعبنا ومن قبل المقاومة الشعبية ومن قبل المدنيين الذين نعتذر لهم كثيرا، ولكن نقول لهم نحن ندرك تماما معاناتكم ولا يمكن لنا أن نتراجع خطوة عن حقوقكم، ولكن كان لابد من إظهار الحقيقة أمام المجتمع الدولي. نعم الآن هناك تفهم أكبر وهناك فضح جديد لهذه الميليشيات أمام العالم، وإنه لم يستطيعوا أن يسوقوا وهما أو يبيعوا وهما للعالم بأنهم جاءوا بنية حسنة، ولكن لا زالوا يضمرون طيب. نفس الأجندة التي تنقلب على كل المواضيع. طيب أستاذ عز الدين، يعني في ظل ما طرحه ولد الشيخ من تحييد الواقع الميداني عن مشاورات الكويت، وهي نقطة يعني فهمها كثيرون أنها يعني تسمح للحوثيين بالقيام بأي شيء أرادوه من انتهاكات سواء في تعز أو في مناطق أخرى من البلاد، وتحييدها عن المشاورات السياسية، في ظل هذا الطرح الذي يقوم به المبعوث الأممي، وفي ظل أيضا عدم وجود خارطة زمنية ثابتة، هناك فتح مجال كبير لهذه المشاورات، إلى أين ستستمر الأوضاع برأيك؟ أعتقد بأنه الآن آن الأوان ليجد سقف زمني واضح وإلغاء على الأقل أو الوصول إلى المرحلة الأولى التي وصلت إلى ما وصلت إليها. أعتقد بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم يكن اليومين القادمين، سيكون هناك سقف واضح. لكن دعني أقول بأنه حتى عندما تم الاقتراح بأن يكون مسار العملية السياسية بعيدا عن التأثيرات الميدانية، ونحن كنا نقول أن هذا غير منطقي وقراءة متعسفة للأمر، لأن ما يجري في الميدان يؤثر على المسار السياسي ويؤثر علينا نحن الذين نعاني من ضغوطات الشارع ونعاني من الضغوطات التي بسبب القصف المستمر على المدنيين وقتل المدنيين. مع ذلك اليوم انقلب السحر على الساحر، وعندما أراد اليوم الحوثيون أن توقف العملية السياسية بسبب ما أسموه التطورات الميدانية وعدم رغبتهم في مسألة أن ليس لديهم تقدمات على الأرض، كان الرد عليهم بنفس منطقهم: أنتم الذين حيدتم هذا المسار عن مسار الميداني، فكيف أهتيتم لتنقلبوا عليه الآن؟ انقلبوا على كل مقترح قدم لهم فانقلب الأمر عليهم اليوم. اليوم تقريبا أستطيع أن أقول بأن كل ما قدموه للمشاورات انقلب ضدهم، سواء في تحييد المسار السياسي، سواء في مسألة القرارة الدولية، سواء في تشكيل العمل عبر لجان مصغرة، أو ترتيب الأولويات أو المحاور الخمسة، أو الحديث أيضا عن تسليم الأسلحة والأسرى. نعم. النقطة الأخيرة، اليوم قدمنا نحن، الحكومة استمرت في عملها بلجان الأسرى وقدمت ما عليها من التزامات بكشوفات المخفيين قسرا والسجناء السياسيين في سجون ميليشيات الحوثي. قدمنا ما سميناها القائمة الأولى للمخفيين والسجناء، وطالبنا بثلاث نقاط: هي الإفراج الفوري حسب قرار مجلس الأمن، النقطة الثانية هي مسألة أن يكون هناك بعثات الصليب الأحمر الدولي في زيارة كافة أنواع السجون وأماكن الاحتجاز والاطمئنان على حياة وسلامة المعتقلين، النقطة الثالثة البدء الفوري في مسألة إطلاق كافة أنواع الأسرى من أي جهة كانت، والعمل الفوري يبدأ خلال 3 أيام. قدمنا المقترح رسميا إلى المبعوث الأممي كالتزام منا حسب اتفاقنا في لجنة الأسرى والمعتقلين، وكان هذا أيضا واحد من الخطوات التي أنجزناها. طيب. المبعوث الأممي الآن في صدد دراسة هذا المقترح. ليس نعم. وليس مقترح ولكنه طلب. نعم. طلب رسمي حسب طلب. مخرجات لجنة الأسرى. نعم. والسجناء السياسيين. طيب. الآن صار هذا الطلب عليهم أن ينفذوه، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل معنا بقوة. نعم. على تنفيذه. نعم. فورا، لأنه لا يرتبط بأي مسار آخر. طيب. معالي الوزير، وضحت هذه النقطة، لكن بنقطة أخيرة، هناك لجنة أو عدد من الشخصيات النسائية التي وصلت إلى الكويت وأعلن عنها المبعوث الأممي، ما هو موقف الحكومة من هذه اللجنة؟
يعني حتى هذه اللحظة ليس هناك لقاء، لأنه لم يكن هناك تنسيق من قبل الأمم المتحدة عن أنواع الفئات التي يمكن الالتقاء بها رسميا. لكن نحن نقول دوما بأننا على استعداد أن نلتقي بأي فئة كانت من ممثلي الحوثي، من ممثلي صالح المجتمع المدني، النساء، ما دام نحن نحمل قضية ونحمل وجهة نظر شعبنا. لكن بالأخير إذا أرادوا أن يقولوا بأن هذه الفئة أو تلك تمثل طيف معين من المجتمع الإيراني مثل الشباب أو النساء، أعتقد هي بحاجة إلى تنسيق أوسع حتى تكون ذات تمثيل عادل لكل النساء، لأنه في الأخير نحن حكومة مسؤولة ستلتقي بكافة أبناء الشعب وبكافة الفئات المختلفة والمؤسسات المختلفة، لأننا بالأخير يجب أن نلتقي بالجميع من أجل تنفيذ القانون وسيادة الدولة وإعادة الأمور إلى نصابها. عضو الوفد الحكومي معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الإعلامي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أستاذ مختار، إذا يبدو أن الاتصال انقطع مع السيد مختار الرحبي العضو أو الإعلامي المرافق للوفد الحكومي. قبل ذلك مشاهدينا الكرام، كان معنا وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي عضو الوفد الحكومي في المشاورات، وتحدث عن كثير من النقاط التي كانت بها جلسات اليوم. تحدث عن أن الجلسة المسائية اختتمت قبل قليل، وهذه الجلسة كانت مشتركة، وكان يعني كانت مشتركة مع وفد الحوثيين أو وفد الانقلاب، وكذلك مع المبعوث الأممي إسماعيل وولد الشيخ. تحدث فيها وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين أصبحي على أن هناك مماطلة من قبل الحوثيين، وهناك تراجع عن كثير من النقاط التي طرحها الحوثيون أنفسهم. من أبرز هذه النقاط أن اللجان المشتركة الثلاث، اللجنة الخاصة بالحل السياسي واللجنة الخاصة بالعملية العسكرية والأمنية واللجنة الإنسانية، أوقفت عملها ولم تفعل في خلال هذا اليوم. إذن يعود لنا الأستاذ مختار الرحبي. إذن نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، بعده نواصل حلقة زوايا الحدث، ابقوا معنا. اجتمعوا أهلها من كل حدب وصف ومن يناصرهم على هذا المنهاج، ونحن عند حسن الظن بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن يعود إلى الانضمام إلينا الإعلامي المرافق للوفد الحكومي الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك. أهلا بكم أستاذ مختار. يعني أنت ضمن الوفد الإعلامي المرافق للوفد الحكومي، تحدث لنا الأستاذ عز الدين الأصبحي عن الكثير من النقاط. ما هي أبرز النقاط التي تجري في الكواليس والتي لا يستطيع معالي وزير حقوق الإنسان عضو الوفد الحكومي في المشاورات الحديث عنها كون صفته الرسمية في هذه المشاورات؟ نعم، في حقيقة الأمر أن الحوثيين اليوم انقلبوا، أو الانقلابيين انقلبوا اليوم على كافة الاتفاقيات السابقة، واليوم أظهروا تعاطف كبير مع تنظيم القاعدة في المناطق الجنوبية في حضرموت وأبيان وغيرها، وأكدوا يعني بكل صراحة، وهذا الحديث طبعا منسوب لحمزة الحوثي وكذلك مهدي المشاط مدير مكتب عبد الملك الحوثي، قالوا أنه لا يمكن لهم أن يتوقف القصف على مدينة تعز قبل أن يتوقف قصف التحالف على حضرموت وعلى مناطق الأخرى. أما بالنسبة في الجلسة المسائية، هذا طبعا في الجلسة الصباحية، في الجلسة المسائية تحدث محمد عبد السلام وكان ينظر لما قامت به ميليشيات القاعدة في حضرموت من أنها استطاعت طوال عام من إدارة ميناء المكلا، وأنها أدارت بشكل جيد هذا الميناء، وأنها لم تدخل بإشكاليات، وأنهم متعاونين. بالتالي هؤلاء أظهروا بما لا يدع مجال للشك أن من يدير القاعدة وداعش وكل التنظيمات الإرهابية في الشمال والجنوب هو عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح.
أيضا اليوم طالبوا بشكل واضح أنهم لن يدخلوا إلى جدول الأعمال ولا إلى القضايا ولن تلتئم اللجان التي تم الإعلان عنها قبل أن يتم تشكيل سلطة جديدة، وهم يقصدون بذلك رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة. بالتالي اتضحت ما كانوا يريدون، أنهم ما يريدون هو شرعنة للانقلاب، يريدون أن يتحول السلاح من سلاح ميليشيات إلى سلاح دولة كما يخططون له. مشكلتنا ليست مع رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يمتلك الشرعية، معترف به من جميع أنحاء العالم، مجلس الأمن معترف به، الجميع يعترف برئيس الجمهورية وبالحكومة. بالتالي مشكلتنا هي فقط مع سلاح الميليشيات، وهم بذلك يريدون إدخالنا إلى إشكاليات وإلى قضايا فضفاضة وقضايا كثير لديها الكثير من التفاصيل. نعم أستاذ مختار. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العاقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. مساء النور السرور، أهلين فيك وضيوفكم ومشاهديكم الكرام، حياكم الله. أستاذ سليمان، يعني وفق هذه التطورات الأخيرة وعدم يعني البدء في فعاليات او عدم قبول الحوثيين باستمرار اللجان الثلاث يعني المشكله في عملها وتعنتهم في الكثير من النقاط الاخرى، كيف يعني تتابع من وجهه نظرك المباحثات الجاريه في الكويت؟ في الواقع ان مباحثات الكويت يعني المراقبون يعني الموضوعيون يعني يعرفون ان مباحثات صعبه ومعقده و لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج بالطريقة التي حددتها المراجع المفاوضات، ولذلك فالحوثيون يعني يحاولون إفشال أي منتج خارج من المرجعيات الثلاث، وهي قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني. هذه المرجعيات واضحة وضوح الشمس، ولذلك فإن المتمردون في الواقع يحاولون نفس المرجعيات في الأساس وليس فقط المفاوضات. وأعتقد أنه هذا الوقت ليس وقت تحديد مرجعيات أو إعادة صياغتها، أو هو وقت الحسم. طيب لماذا يستمرون في يعني الدوران حول هذه الدائرة المفرغة التي يفترض أن يكون ولد الشيخ اتفق بها معهم قبل بدء المشاورات أساسا؟ نعم، هو الآن هذا وقت ولد الشيخ المفد الأممي كما يعلن للعالم من هو المعطل للمفاوضات ومن هو الذي ينتهك الهدنة ومن هو الذي يدافع عن الإرهابيين في شبوة وفي حضرموت ومن هو الذي يعني يحاول استيراد السلاح من ميناء بئر علي في شبوة، وكل هذه ملامح حرب وليست ملامح تسوية. وأنا في الواقع لست متفائل، وقلت في اليوم الأول لست متفائل منذ أن قرر الانقلابيون التأخر عن مفاوضات الكويت 3 أيام. فهمت الرسالة وكان ينبغي أن يفهمها الجميع، وأعتقد الجميع يفهموها، وإنما هي في الواقع هذه أصبحت مفاوضات الكويت مفاوضات تكاذب بين الأطراف، وينبغي على ولد الشيخ أن يحدد الطرف المعرقل وأن يعني يرفع الجلسات المفاوضات لأنها بلا قيمة وأصبحت مفاوضات عقيمة. ولا ينبغي أيضا أنه تؤجل المفاوضات حتى يتم مزيد من تصحيح موازين القوى التي نعم تجبر الحوثيين على التفاوض الجاد. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ سليمان. أعود إلى الأستاذ مختار الراحبي. أستاذ مختار، يعني من خلال مواقف الحوثيين وطرحهم لضرورة يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية، يطرح الكثيرين أن هناك محاولة من قبلهم لتجاوز أو يعني وضع واقع أو الوصول إلى واقع يتجاوز القرار الأممي 2216، هل ترى ذلك من قبل أو هل تتفق مع هذه الرؤية؟ وإلى أي مدى يعني تتشارك الأمم المتحدة في محاولة سحب مسؤوليتها من هذا القرار؟ أولا بالنسبة للقرار، القرار طبعا قرار لا يمكن التنصل عنه، والحكومة الشرعية
مجلس التعاون الخليجي، والجميع يؤكد أنه لدينا ثلاث مرجعيات لا يمكن الحياد عنها: المبادرة الخليجية، مخرجة الحوار الوطني، القرار الدولي. بالنسبة للميليشيات الانقلابية، هي لم تعترف بالقرار ولم تتعاون من أجل تنفيذ القرار. يعني هي لو كانت أقرت بالقرار وعلنت القرار كنا سننفذه من قبل سنة وليس اليوم. بالتالي الميليشيات الانقلابية تريد أن تدخل من خلال ثغرات، وهي من خلال الرؤية التي تم تقديمها أو من خلال جدول الأعمال الذي تم تقديمه من قبل الأمم المتحدة. خمس نقاط هم يريدون أن نبدأ بالنقطة الخامسة وهي العودة إلى الحوار وتشكيل الحكومة. يعني بحكم وجودك هناك أستاذ مختار، ماذا عن جانب الأمم المتحدة في هذه النقطة؟ نعم، بالنسبة للأمم المتحدة، وهذا طبعا موقف معلن، أن المبعوث الدولي أعلن أكثر من مرة أن مناقشة القضايا ستكون ابتداء بسحب الأسلحة، عودة الحكومة، وبعد ذلك النقاط بتراتبية كما أعلن ذلك. وهذا ما جعل من المشاورات تدخل بإشكاليات، ويتعنت الحوثيين حتى هذه اللحظة من الدخول الجاد في المشاورات. الأستاذ مختار الراحبي، الإعلامي المرافق لوفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الكاتب الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، إذا ما تحدثنا أكثر حول الموقف، موقف التحالف العربي بشكل عام والموقف السعودي بشكل خاص، يعني بحكم متابعتك للصحف والمواقف الرسمية السعودية، يعني هناك من يتحدث على أن هذا الموقف يبدو غامضا نوعا ما. برأيك هل هناك مواقف واضحة من قبل السعودية بخصوص دعمها وكذلك رؤيتها لمشاورات الكويت؟ أخي الكريم، في مطبخ إعلامي تابع للمتمردين وبالذات تابع لعلي عبد الله صالح بحكم خبرة طاقمه في الدولة في النظام السابق، يروج للإشاعات وللتخمينات وللقصص المفبركة لتثبيط همم الحكومة ومناصرية وتثبيط همة الشعب اليمني كله والتأثير على الموقف المعنوي للشعب السعودي، ولكن هيات أن نستطيع تحقيق ذلك. الحوثيون والانقلابي علي عبد الله صالح يمثلون خطرا على الأمة السعودية مثل ما هو الخطر المحدق الآن على الأمة اليمنية. لكن هناك من يتحدث عن ضغوطات، يعني سواء من قبل الدولة المنظمة للمشاورات التي هي الكويت، عندما قامت الحكومة بتعليق مشاوراتها تم الحديث عن وجود ضغوطات من قبل الكويت وكذلك من قبل التحالف العربي للاستمرار بالمشاورات بعد تعليقها. هل كان، يعني هل يصب ذلك فعلا في أن هناك رؤية غامضة في هذا الصدد؟ أنا أعتقد أنه الضغوطات ربما أتت من الكويت، ولكن الملك سلمان بعث بخطاب أو برسالة إلى أمير الكويت قبل أيام، وأنا في ظني وتقديري كمراقب في إطار السياق السياسي لهذه الرسالة أن القيادة السعودية تمنت على القيادة الكويتية عدم الضغط على وفد الحكومة، ولأن القيادة السعودية تغطي الحقيقة وفد الحكومة أو الموقف الرسمي للشرعية اليمنية وبالكامل، يعني لأنه نفس المصالح التي تتحقق للشعب اليمني في التسوية السياسية هي بالتأكيد أنها تريح الشعب السعودي وجيران اليمن كلهم. ولذلك أعتقد أنه لا يوجد أي ضغط سعودي على الحكومة الشرعية، بل العكس، هناك يعني خبرة الآن أصبحت موجودة لدى القيادة السعودية ولدى القيادة اليمنية في تجنب الضغوط وفي المناورة السياسية يعني إجهاض أي ضغط يرمي إلى أشكرك. يعني عدم بلوغ الشرعية اليمنية لأهدافها. الكاتب السعودي الأستاذ سليمان العقيلي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. مساء الخير دكتور عمر. مرحبا، مساء النور. أهلا بكم دكتور عمر. أكثر من 15 يوم من بدء المحادثات التي يعني أجلت من موعدها بتقريبا 3 أو 4 أيام، ولا تزال المشاورات في نقطة الصفر كما يبدو، ما هو تقييمك لهذه العملية؟ من المتوقع أن تكون هذه محادثات عسيرة، لأن مقدماتها المادية ومقدماتها السياسية مركبة ومعقدة،
كما نعلم جميعا. ولهذا السبب لابد ان يكون هنالك الصبر باستثنائي من قبل الاطراف المختلفه ومن قبل الرعاة العرب وغير العرب، لان الامر مركب كما اسلفت ومعقد كما اسلفت. هنالك ايضا تطورات ميدانيه على الارض، كل هذه التطورات الميدانيه تتسم بدرجه عاليه من التحولات او المتغيرات، كل هذه الامور تؤثر بطبيعه الحال في ميزان التفاوض او التحاور بين الاطراف المختلفه. والشيء الثاني المهم انه لابد من قراءه هذا المشهد خارج اطار الثنائيه التقابليه الميكانيكيه انجاز التعبير، بمعنى لابد ان نقرا في هذه الثنائيه نوع من التعدديه، فليس الذين يمثلون الشرعيه على كلمه واحده بالمطلق، وليس الذين لا يمثلون الشرعيه على كلمه واحده بالمطلق. وحتى اذا اردنا ان نتحدث عن الشرعيه بمفهومها الواسع، علينا ان نعرف ان هذه الشرعيه لابد ان تكون مقرونه بالاساس بالدرجه الاولى بالتموضع في الداخل اليمني اولا وثانيا وثالثا. لهذا السبب هذه المحادثات بحاجه الى صبر، الى مصابره، الى تعقل، الى قدره على البحث عن بعض المشتركات، الى التدرج في مفهوم الحل السياسي الذي يتم على قاعده ما تم الاتفاق عليه من مرجعيات سابقه، وهذه تعتبر واحده من الثوابت الواضحه. المرجعيات اقصد بالتحديد المبادره الخليجيه، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، وايضا القرار الاممي 2216، لكن هذه المرجعيات ايضا لابد من التعامل معها بطريقه ديناميكيه وبطريقه تضع بعين الاعتبار كامل التحولات التي حصلت على الارض. طيب انت تقترح السياسيه والعقليه؟ نعم دكتور، أن تقترح أكثر أن يعني يقدم وفد الحكومة يعني مقترحات جديدة وفقا لهذه المرجعيات في نهاية المطاف، لكن أن يبادر هو بتقديم أكثر من يعني من نقطة معينة، لا أن يبادر بها الحوثيون كما شاهدنا في أكثر من نقطة. يفترض أن لا تتحول المرجعيات إلى ستيريوتيب أو إلى تمنيت، لابد أن يكون هناك ديناميكية لمختلف الأطراف، ولهذا السبب لابد من الرهان على الاطراف الاكثر قدره على الممارسه السياسيه بوصفها ممارسه شجاعه من جهه، وهي بوصفها ايضا ممارسه حكيمه، وهذا يتطلب ديناميكيه في التعامل مع المقتضيات المختلفه. نحن نتحدث عن مسار وسط غابه مزدحمه بالاشجار وبالاشواك وبالنتوءات وبالحفر وبالاخاديد، وعلينا ان نجد طريق في هذه الغابه، هذه الحقيقه. ولكي نجد طريقة في هذه الغابة لابد من أن طيب يكون هناك دكتور، هل يكون ذلك نعم دكتور هل يكون ذلك برفع سقف المطالب أم بوضع المزيد من التنازلات أم بوضع حلول جديدة غير تقليدية؟ لابد من أن يكون هناك ديناميكية، وأقصد بالديناميكية هنا أن تكون هناك ابتكارات واجتراحات فيما يتعلق بالحلول المقترحة، وأن يكون هناك قدرة على تجاوز الآلام والجراحات، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه بدون تجاوز الآلام والجراحات فإننا سنكون مقيمين في استهاماتنا الخاصة التي قد تأخذ طابع ايديولوجي وقد تكون تأخذ طابع استهامي آخر ميثولوجي حتى ممكن يكون. ولكن المسألة تتطلب نوع من البراجماتية العاقلة، إنجاز التعبير، البراجماتية العاقلة المخوضة بالشجاعة السياسية. نعم، إذا الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن مقدم هذه الحلقة، وتحيات معدها الزميل محمد القاسم. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.